توافقيني على اللي بدي اسألك يا بس يعني عن جد زوجك شخصية غريبة من نوعها، بيضل دايما منزوي وبعيد عن الناس. والله على طول بقول له هالحكي، بس دق المي وهي مي، شو بدي اعمل؟ هلا يعني ما رح يجي؟ ما بعرف وما بيهمني اعرف. عن جد مو معقول، تخيلي انه قلع البنت اللي جاي تهتم بربا، قال شو ما بيوثق فيها. طيب وشو رح يعمل؟ رح يتصل بعمران ومروة، وإذا ما قبلوا ما بيجي. شو بتأمروا؟ شوي لشوف. ماما شو أطلب لك؟ أنا بدي نبيت أحمر، بس مو اللي بتقدموه عادة، نبيت معتبر وإلا ما بتجيب لي. روح جيب للخانم من مشروب الخاص. بأمرك. مدام عايدة، نورت المكان بشيتك. شكرا لك كنان بيك. كيفك؟ منيح. حضراتكم؟ نحن كثير منيح كنان بيك. نورهان خانم أم العايدة. مو معقول، لو قلتي أختك إن صدقتي. عن جد كلك ذوق. على كل مو مشكلة، فيك تعتبر رزان مرته لمؤيد. أهلين مدام، شرفنا. وأنا كمان. مؤيد بيك مو معكم؟ هلأ بيجي إن شاء الله. لا حبيبتي لا لا لا. شو بدنا نعمل هلا؟ ما بعرف عمران. يا ترى إذا طعميناها بتسكت؟ طيب روح شوف لي إذا في شرحات بالبراد. شرحات يلا. شباك لوين رايح جنيت؟ طيب يعني ليش عم تبكي؟ ما بعرف، يمكن صار وقت نومة. طيب إذا هيك رح جيب لها حرام. ها هذا هو. لك شو عم تعمل؟ رح نحط ربا هون وكل واحد بيمسك بطرف ومنهزه لتنام. عمران معقول نعمل فيها هيك؟ شو جنيت؟ بيصير بيصير، اصلا هيك كنت نام انا. لا تخبص عمران، بلا ما تعوده هالعادة. حبيبتي الظاهر حابة تتمشى شوي. يا ملعونة روقتي ما؟ شايفة حنان الام؟ ليك سكتة عمران شو عم تحكي؟ انا رح جيب الببرونة. أنا ماني قادرة أتخيل عمران وهو حاملة لربا. هالطفلة صايرة آلي، عم نتركها دايما. طمن ما رح يصير شي. ايه هني بينوثق فيهم، مو مثل المربية اللي جبتيها، ما عندها فكرة عن تربية الأطفال أبدا. كان لازم تعمل عن البنت بحث أمني لتطمن. مين قال لك؟ مين هي؟ لوين بتجي؟ لوين بتروح؟ برافو عليك، ما عاد رح تجي البنت لعنا بنوم. شو بدنا نعمل بهيك حالة؟ ايه عمران ومروة بينتفون عليها. مؤيد عن جد ماني مرتاحة بنوم. هلا خناقكم كله بلا طعم، احكوا مع فرات وخلوه يروح يطمنكم. شو فيها؟ فكرة حلوة. يلا مؤيد. يا الله تعطيني الصبر من عندك. ليكو جاي لهون. حاجتي شو؟ صادق بيك طول القعدة عم يمدح فيك. شي حلو، هي عادته سيادة القاضي، بيجرح وبيداوي. قال لي كمان كذا شغلة بس بعدين. ايه وشو قال لك؟ لا مو مهم. ايلول. ايه مؤيد شو عم تساوي شريف؟ عندك وقت؟ بالبيت. ايلولو انا سهراني، في شي؟ اطلعنا لبرا وتركنا روبا مع مروة وعمران ومشغول بالنا شوي. عم تمزح عمران؟ ليش ما بتعرفوا عدول الاطفال والله بيضربها. شو؟ وبالاخص البنات دغري بيسلخها كف. الله يصلحك، كنت سألتني بالاول. فرات اترك المزح على جنب، رزان قلقانة، إذا ما عندك شغل روح على البيت وطمنا عنها. طيب اطمن، خلص رح نروح. والله ما في منك يا شريك، يسلموا. الله معك. الأغراض على الطريق خالد بيك. انتبهوا مزبوط، ما بدي ولو ضرر بسيط يصيبها. ما تخف أنا وصلته. وهلأ بتحب ننتظر ولا بتحب ننتظر؟ خلينا ننتظر شوي، بس المهم عن قريب رح يخلص كل شيء. معناها أنا بانتظار أوامر حضرتك. جلال أمر يا بيك. اسمع، الكل يفتح عيونه أدانه مزبوط، ما بدي غلطة. حاضر يا بيك،
إذا ما بتأمر شي تاني أنا. طيب هلأ اللي قلت لك عليه ومنحكي. تمت المهمة سيدي. كانت عم تبكي؟ لا يا مؤيا، بالعكس، على القليل البنت تحررت من قمعك شوي وتحسنت نفسيتها. طيب يسلموا. يعني اطمنت؟ انبسطوا هلا وانا بكره بشوفها. يلا تشاو هلا. الله معك. بتعرفين الطفلة اخذت على مروة؟ ايه حبتها. يعني لو حملتيها شوي. ليش يعني؟ هيك بروفا. بروفا لشو؟ تحضير نفسي. شو اللي بدك تحكيه؟ أبدا حكي عادي، ما قصدي شي. اليوم رح تناموا عنا، ما رح أترككم أبدا، منشرب قهوتنا سوا. اي والله فنجان قهوة هلأ بيعدلوا للمزاج. مؤيد اتصلت فيهم؟ لا تخافي، بنتنا نايمة بسابع نومي. عن جد كنان بيك رجال كتير منيح ومبين عليه العلم. ايه بس هو ما بيتفاهم مع فرات. ليش هداك مع مين بيتفاهم؟ ايه حتى مع حاله ما عم يعرف يتفاهم. بعدين يعني كنان بيك الله يحرسه عن جد غير. يلا 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 قوموا على البيت، حاجتنا بقى. شو ما عندكم شي خبر حلو؟ والله اكتئبت من الجو البرا. شو اقول لك؟ الطقس برا بجنن. ولشو بدك هيك؟ مو جاي على بالي روح على المدرسة، الغياب 3 أيام ورا بعض عودوني الكسل. صحيح، وأنا من غير شي عندي مدرسة وبعدها شغل، والله إني هلكت. اليوم ما في عندكم مدرسة، فراغ. بحياة الله؟ أها. رح أتصل بالمدرسة. لوين بابا؟ مو لحظة. أنتوا الاثنين رايحين. على الخياط. طيب بابا بلكي ما كنت فاضي. انا اخذت لكم موعد، بيكون منتظركم هلا. ابي اساسا نحن عنا بدلات جاهزه، انا كنت ظني انه الك. مو حلوه بس ممكن احلى. شو شو بدكم اذن؟ تفضلوا هي اخذتوا. يا بابا نحن اصلا حكينا مع ايلول من قبل وقالت انه مو ضروري سموكين. ايلول يمكن ما بدها، انا بدي. جبت لك هدول. يسلموا. انا ما عاد بحاجتهم، قلت بجيب لك اياهم تشوفيهم. شي حلو، شي حلو كتير كتير، أنا مطير مثل العصافير، شو بدي أحلى من هيك، أنا مبسوطة كتير كتير. يا بابا لو إنه يعني ما نروح الخياط أحسن، عنا دراسة وإنا زمان معطلين. وبالنهاية السموكن مانو شي مريح. مستحيل، أنا رح ألبس سموكن وإنتوا رح تلبسوا مثلي كمان. أنا وصيت لأختكم ناز وغادة على فساتين عرايس ورح شو؟ توصل. مستحيل ألبسه هيك، ما بدي. بابا شو هالمزح؟ والله قطعت لي قلبي. هالمزح قلب.
بابا أنا جاهزة. طيب شربتي حليب؟ هلأ بشربه. يلا شربي الحليب تأخرنا. مالي بابا رح يوصلنا على المدرسة. لكن اشربي بسرعة وانت وياه بتروحوا لعند الخياط. والله ما بينشبع منكم بس صار لازم روح تأخرت. عايدة لو انه تدوري لك على شغل تاني صدقيني بيكون احسن. منين طلعتي بهالقصة؟ ما بعرف يعني المحل اللي رحنا له مبارح حبيته، لو انك تشتغلي هنيك بيكون احسن لك. مبين انك حبيتي صاحب المحل كتير. ايه عن جد غير شكل هالكنان بيك شغلي والله بينحط على الراس. يا لطيف شو معدل وعن جد رجل مثالي بكل شيء. وشو بينقصوا عن صورات؟ ما بينقصوا شيء بالعكس في عنده زيادة. شو صاير لكم؟ شو خايفين ضل عانس عندكم بالبيت؟ حلو علي بقى. الله الله مين هاد؟ ألو مرحبا عايدة خانم أنا كنان. أهلين كنان بيك. مريض الحب بده مين يداويه وهي عنا الدكتور. أنا أسف كتير على الإزعاج. مو مشكلة تفضل. مبارح بالسهرة وقع غرض منك. عن جد ما انتبهت. بتصور بطاقة الكريدت كارد اللي إلك. عن جد؟ شو رأيك بودي لك إياها ولا أنت تتفضلي؟ لا أنت ما تعذب حالك. أنا لا أبدا صدقيني ما في أي عذاب. أنا ما بدي عذبك بس. معقولة؟ شكرا كتير كنان بيك لكن ببقى بشوفك. طيب شو؟ ما في شيء. تعرفي أنا بحياتي ما شفت لنازمة مبسوطة هالقد. مزبوط صايرة عم تضلها تغني طول الوقت ما عم بتوقف. تعرف لهلأ مالي مصدقة. شو؟ نحنا شبنا نحنا؟ طول الوقت كنت فكر انه مستحيل نتزوج وكان معي حق بهالشي. تتذكر انت كنت رح تتزوج؟ الاكسر كانت رح تجيني جلطة منك وانا كمان صعبة. وانت كنت تسألني شو اللي كنت عم تفكر فيه. قلت لك انا عم انصحك تتزوجها لعايدة خانو. ليش؟ لحتى تفكر بالمربي ما هيك؟ ايوه وقتها قلت هيك مع انه كنت بدي اقول عكس هالحكي. بعرف حبيبتي ومشان هيك انا عملت العكس. اذا ما عندك شغل بعد الظهر. لا عمران في عندي شغل اخذت موعد مع الدكتور. دكتور شو؟ شو في؟ ما تغشم حالك يعني. بس نحنا كنا يعني انت حبيتيها لربا. شو رأيك ما نتخانق مو بيكون احسن؟ مثل ما بدك. طيب فيني روح معك؟ ايلول رايحة معي ما في داعي. تأخرت. ولوين؟ عندي موعد ولازم روحه مع بابا. لا مع شب اكتر. اها مروة مروة شو غيور؟ انا غيور؟ اي غيور. على اساس انت ما كنتي غيورة ابدا. شو قلت؟ مرحبا. اهلين كنان بيك. اهلين. ما تأخرت ما؟ ما تأخرت على الوقت. تفضل اقعد. يا ترى اجا كنان بيك؟ بعرفي انا عم فكر بذات الشي. طب شو رأيك نتصل؟ لا ما تتصلي. مزبوط هلا بتعصب. ما هيك قصدي، برأيي انه نروح مو نتصل. وين؟ على محل غادة؟ ايه. واذا؟ طيب وربا؟ شو عليه مناخدها معنا ومنقول رحنا نشوف مؤيد. ايه ماشي رح البس. طيب وانا رح اتصل بصادق بيك بيكون زعلان صار عيب ولازم اعتذر. ايه معك حق عن جد الحجة قوية كتير. حجة شو هاي؟ وشو عرفني؟ لا تخافي طلع مثل ابنه. تفضلي هاي الكريدت كارد. لا تواخذني انه سببت لك ازعاج.
يعني معقول هذا الحكي؟ أساسا اللي صار خير، من زمان ما جيت لهون. إيه صحيح، ليش هالغيبة؟ أنت بتعرف الشغل، ليل نهار متواصل. طبعا أنا اللي بعرف. قلي شو في؟ ولا شيء. مين اللي تحت؟ مين؟ اللي مع عايدة. كنان. مين كنان؟ صاحب الفان كلوب. ايه وشو عم يعمل هون؟ اجا لعند عايدة. ليش؟ شو ليش؟ هذا التافه ما كان يجي لهون، شو اللي تغير؟ يمكن لأنه مبارح رحنا عنده على المحل وما لقيته غير تروحوا لعنده. ما بعرف، رزان هي نقيته. رزان اللي نقيته؟ خلص لبسته فينا نطلع. ايه منيح. اسمعي هلا بتتركيني باول الشارع وبتكملي على محل ايدك. مو على اساس رايحين سوا؟ صحيح هالحكي، بس انشغلت باخر لحظه. بصادق بيك مو هيك؟ بدنا نحكي شوي مع بعض. هو باين حابب يتمشى، بس انتي روحي فورا والا ممكن انفجر. طيب ماشي، يلا هاي فرصه لنغير جو. شو حاسه؟ عادي. اسمعي، إذا ما أنك متأكدة. لا متأكدة، رح حاكي الدكتور ورح خليه يحدد لي الموعد. أهله لعمران عرفوا. عمران قال له؟ قال لي لا، بس عم بيحاول يغير لي رأيي، والأحسن إنه لازم خلص هالشي قبل ما أتأثر. طيب طيب بابا، ما رح أنسى، رح أفتح له حساب. بس يا بابا لسه الولد ما أجا، كيف بدي افتح له حساب؟ طيب بعمل تأمين. طيب طيب بابا، مثل ما قلت لي. خلص والله فهمت، انا بفتح له حساب وانت بتدفع له، مو هيك؟ وعن شو عم يحكوا صار لهم ساعة؟ وين المشكلة؟ شو اللي زعجك بالموضوع؟ عم يحكي مع عايدة. ايه طيب خلص سكتنا، بس إذا هذا التافه بيعمل شي بيكون بعلمك أنا ماني هون. هاي عم قلها. ألو ألو، فرات بيك؟ أهلين عصمت بيك. قلي غالبا المعلومات اللي وصلتنا صحيحة فرات بيك. عن جد؟ عن جد. فرات بيك بتقدر تجي؟ ايه بقدر، جاية هلأ، وبس أوصل منحكي بالتفاصيل. أنا منتظرك. الله معك. مروة، ما دام اتخذتي هيك قرار، رأيي فكري لك أسبوع كمان. شو رح تجي معي وقتها؟ ما بتركك. لو إنه اجيت مع عمران تعرفي رح يعمل أي شيء لحتى أتراجع. مروة، بعرف ليش قررتي هيك، أنا متفهمة من شو أنت خايفة، بس مو ضروري إنه كل طفل يعيش اللي نحن عشناه. بعرف هالشي، كمان رح يكون عنده أم بتجني، أم بتحبه كتير. لا أيلول، لا تفتحي لي هالسيرة. طيب ضلي تذكري الشغلات الحلوة دائما، وما تفكري بطريقة سيئة أبدا. صادق بيك، قد ما اعتذرت منك رح ضل مقصرة. خلاص نورهان خانو، لا تتذكري، أنا نسيت الحكي. أصلا أنا بعرف إنه هيك شي ما بيصير. كيف بتعرف؟ اثنين، فرات وعايدة عندهم الشخصية ذاتها، ومثل ما بتعرفي إن المغناطيس بده أقطاب متناثرة ليعمل شغله. إيه حكيك صحيح، بس يعني الإنسان مو مغناطيس وما بيميز الأقطاب. بكرة لما تصيري بعمري رح تتذكريني وتفهمي كلامي مزبوط. ايه انت ليش مركز على العمر كتير؟ ليك تطلع فينا ما احلانا، خليك مريح وعيش الحياة ببساطة.
نورهان خانم، إذا بتعرفي لهالطاولة الزهر في قهوة تحت الجسر بنروح بنلعب هونيك. ومنين رح أعرف بهاللعبة يا صادق بيك؟ أنا بعلمك ياها. إيه موافقة، بس عندي شرط واحد، تقعد بتحكي لي عن غراميتك القديمة نحن وعم نلعب. ومنين تعطي لي بهالشغلة حضرتك؟ ما بقدر أقاوم هالسيارة، فيك تقول هواية. هات البشارة. رولا خوفتك؟ ما تاكلي همي، قليلة شو صار؟ ما عاد في لزوم اني احمل كراتين بقى. اكيد ملاقية شغل. عن جد؟ وين؟ عند نجار تاني. هيك لكان. شو بدي اعمل؟ انت ما بتدفع لي راتب كبير. رولا خلص خلص عم امزح، لقيت شغل كتير منيح. كتير منيح. بعرف انك زعلت لاني اخذت مصاري من مدحت. صراحة خفت اني اقصر مع اسيل لانه مصاريي رح يخلصوا. بس حبيبتي صار هلا في شغل وما عاد يهمك اي شي بيصير بالدنيا، وصار عندك امل مو هيك؟ بلا. غادة؟ غادة فينا نحكي شوي؟ لا. حاجة يا؟ نحن اجينا. مروة لا تواخذيني، فكرت عايدة هون. اهلا رزان خانم، عايدة تحت في عندها ضيف. اجا الضيف لعندها. اجا. كيفك هلأ يا قمر؟ شكرا كتير مشان ليلة مبارح، عزبناكم معنا. ايمت ما بدك بتقدري تقولي لنا، كتير انبسطنا. طيب فيني عزبك شوي واتركها 5 دقايق لشوف عايدة وارجع؟ طبعا. بنجوسي شي حلو، الدق مبين من اوله حلو. يعني 3 و5. ايه ليش ما عم تحكي صادق بيك؟ شو القصة؟ شو بدي احكي يا خانم؟ شو هالمغامرات اللي عندي؟ لا يا صادق بيك لا تقولها، انا متأكدة انك بتطالع 100 قصة من طرف جيبتك الصغيرة. يعني مصرة انه اعد لك قصصي. يعني في شغلات تنحكى؟ ايه نحن كمان كنا شباب بوقت من الأوقات يا ست نورهان. عم بسمعك، شبك سكتت، يلا كمل. بس ما في هالشي كتير يعني. وإذا حابي اسمعك. بنت اسمها مها خياطة، كانت سمرة وشعرها طويل، ما هي؟ تعرفيها؟ لا بس تخيل شكلها هيك يعني، والشعر الغجري المنتور بيسافر في كل الدنيا. ايه بيسافر في كل الدنيا الشعر الغجري. ست نورهان تيجي توطي لي صوتي؟ شوفي ولا شي، أحياتي حافلة تحت الجسر. شكرا كثير على القهوة يا عايدة. بس هي مو محسوبة، منتظرينك مرة تانية. سلمين على مؤيد بيك. شكرا إلك، كرفتك لهون مشان تجيب لي البطاقة، كثير آسفة. أنا اللي بشكرك، بشكرك لأنه ما حرمتيني شوفتك مرة تانية. بالإذن هلأ وإن شاء الله بنلتقي قريبا. يلا باي. مش الحال رزان. شو قلت يعني؟ هلأ وين بنتك؟ قليلي لشو ما عم تهتمي فيها؟ يلا تنام يلا تنام، لا تبح لك طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، عم اضحك عروبة تتنام. لا 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 لا. خليها معك أحسن ما تفيق. التربية صعبة. أصعب شي عملته بحياتي كلها. هالقد؟ وأكتر، ما في فرق بين الليل والنهار. بأول كام شهر كنا ننام أنا ومؤيد مكسرين. أنا ما بقدر فيقه لعمران حتى لو عملت حفلة جنبه.
مؤيد كمان كان هيك، بس هلأ إذا بيسمع صوت صغير من ربا بينط من أرباته. بس مو مع عمران. أول مرة عرفت إني حامل رحت لعند أمي، من جهة خايفة ومن جهة تانية فرحانة. قلت لها أمي شو بدي أعمل، والله شغلة صعبة. وقتها بتذكر شو قالت لي، هي أحلى صعوبة رح تشوفوها. شو الأخبار؟ منيحة، وأخبارك أنت؟ ما أنا سيئة. طوّزتوا القعدة، شو حكيتوا؟ الملح والزيت. آه. وآخر شي مرتك عصرت الحامض على الأكلة. رزان اتصلت فيكي؟ لا أجيت. شو ما عندك خبر؟ رزان هون؟ لا والله ما بعرف، تركتها مع مروة. مانو هون ما؟ لا طلع، حكى بعصبية على كنان وانزعج شوي. وليش حكى على كنان؟ هو منيح، يمكن لأنه فرات ما قعد وحكى معه. بعدين في حدا ما بيحكي عنه فرات؟ لا ما بعرف. هلأ ما بنعرف وين هو، بيكون تقاعد ممكن. طيب معقول ما في معلومة عن مكان سكنه؟ حتى إذا ما كانت بالسجلات أكيد بيكون في حدا بيعرفه. إيه بيلتقى، لازم نلاقي رفقاته اللي اشتغلوا معه بفترته. وكيف منلاقيهم؟ لو إنه منقدر نجيب قائمة الأشخاص اللي اشتغلوا معه بفترته، وقت شغلنا راح يسهل كتير فرات بيك. إيه يعني كيف بدنا نجيبها؟ ما بعرف، بس الأصدقاء بيعملوا كل شي بيقدروا عليه. عصمت بيك، أنا من قبل طلبت منك سرية هذا الموضوع، مهمة كتير بالنسبة لي أنا. مشاعر أيلول عندي أهم مني ومن كل شي حوالي، ما رح أقبل أبدا أمانة تتكسر. برأيي أنه نتصرف ببرودة أعصابه على مهلنا، بهي الأوضاع عاطفتنا بتجرفنا بلا منطق، وبنفكر أنه تصرفاتنا صح. مزبوط، بالنهاية ما في شي معروف لسه، بس أنا بدي حل هذا الموضوع، يعني بدي لاقي له أما لاقيه. إن شاء الله فرات بيك. عملت شاي؟ رحتي؟ قصدي لهنيك؟ رحت. ايه ما صار شي. ها هي مرتي اللي بحبها. تسلمين عمران. اصلا كنت بعرف، قلت مروة ما بتعمل هيك شي. فيك تسمعني دقيقة؟ انا اسف، اخذت موعد للاسبوع الجاي. يعني راح؟ ايه. واذا بتريد لا تفتح السيرة مرة تانية لانه رح نتطلق. طيب حياتي ما قلت شي. أيلول، حكيتي شي مع فرات بيك؟ ليش؟ أنا ما بعرف شي شغلة. يا بنتي ليش عم تلفي وتدوري؟ إذا عندك شي اسألي يا شوفي. بدها تسأل عن يوم عرسكم. شوفي هي سألت مو أنا. الله يساعدك على اللي عندك يا نورة. يعني الشغلة مخباية خلاص صارت مبينة. بس لازم أعرف مشان جهز الثياب وكمان أعمل شعري، وهذا كله بده وقت. لسه لهلأ ما عرفت، بس انتو اول مين رح اقله. رح افتح الباب. فرات؟ بقدر فوت؟ فاجأتني جيتك. لازم نحكي. شوفي صاير مشكلة؟ نازب غرفتها؟ ايه. وغادة؟ لسه ما اجيت. فرات شوفي عم تخوفني. لكن تعي نحكي بغرفتك. ايه بس تعي. وقف وقال لي بقدر حاكيكي؟ كأنه مو عامل شي، شو بدي احكي معه هاد؟ ولا شي. شو بقله يعني انت خربت لي حياتي؟ خلص امانة والله طق راسي من هالسيرة. طيب خلص هاي صار اللي بيستاهله.
كان في كتير شغلات لازم قله اياها، بس انا ما بنزل لمستوى. لا تزعلي، خلص بعرف انك عصبتي، رح اغير هالموضوع. بيكون احسن. هلا عنا موضوع تاني رح يزعجك. ايلول شو بدك تعملي؟ عن جد برافو عليكي، تطلعي من سيره مغمية بتفوتي بغيرها. شبك عم بمزح معك؟ بس ما ضحكتيني. شو انك ممله؟ اوف. اعصابي تلفت، احكي لي. ايلول ما بعرف كيف بدي بلش. فرات، عملت شي بدون ما اقلك؟ شو هي؟ ما عم صدق. مسحة؟ لا. الأسبوع الجاي؟ إيه؟ الأسبوع الجاي؟ إيه؟ الأسبوع الجاي عرسنا. يا غليظ، خليتني أفكر إنه في شي كارثة. إيه أنت خويفة زيادة؟ استنى، أنت كيف عرفت لحالك؟ لما ما بتقفلي باب غرفتك. تفضلي. سرقة يعني؟ إجاك هالظرف؟ شو؟ عملتي لي مفاجأة؟ لا، ليلة مبارح يوم اللي رحت أنت والولاد، إجي رجال وترك لك يا. لأنت رح تضل مخبي وشك الحقيقي. حابب أعرف، بالنسبة إليك كل شي لعبة، بس لكل لعبة في نهاية. باين إنك لقيت ضحية جديدة. بعرف إنك مثل ما قتلت سيلا رح تقتل هي كمان، بس هالمرة ما رح أسمح لك فرات بيك، ما رح أترك لك مجال تحقق غايتك. كن متأكد إني رح أمنعك. شوفي ولا شي. تليفون إلك يا بيك. ايه معلم، السبت بده يتزوج. شو انت متأكد؟ طبعا. ايه انا تأكدت من الخبر. طيب تعال عندي بسرعة، خلينا نتفاهم. حاضر. ألو مؤيد. صباح الخير. شو شايفني منامك؟ لازم نحكي أنا وياك بشغلة ضرورية. طالع بعد شوي، لا تتأخر. خير، في شي؟ عم قل لك ضرورية. شو الموضوع؟ يعني بخص زواجك؟ حبيبي بدك تجي لما لا. أوكي خلص ماشي. معقول ما أتصبح بهالوش الحلو؟ مؤيد ما بتأخر خلص. ليك لازم نرد نحكي مع عمورة. ليش؟ موضوع زواجه لبابا، فهمت؟ يعني شو بدنا نحكي؟ ارجعوا فكروا شوي، لازم نوقفهم قبل ما يعملوها. ما بقيتنا شي. لك يا أجدب لساتكم صغار، هاي وحدة ما بتحبكم والله لتطلع لكم روحكم لسه، وساعتها بتقولوا كان معك حق يا أختي. عن شو عم تحكوا؟ يعني لازم تعرفي. صباح الخير. صباح الخير. الكروت وبدلة فرات كمان. عندي إلك خبر بجنن. هاتي البشارة. بشارة شو بدك يا بنتي؟
يوم السبت بتخلص كل القصة. يلا هاتي البشارة شوف. شو في يعني يوم السبت؟ في عنا عرس رقص وبسط. شو عم تقول عرس؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا الله يا عيني. ياي أنا قديش مبسوطة، أنا رايحة قلي لأيلول. حبيبتي أيلول عندها خبر. بس إذا العرس يوم السبت لازم أطلب إذن الجمعة، وهيك بتفضى مزبوط. ليش لا تعطل مدرستك؟ معقول اترك عرسك وقعد ادرس. وين بتكون تعملوا العرس بابا؟ ما بين هلا، شوفوا بقلكم. طيب انا رايح اغير ثيابي. ايلو خليني اقول لك، بتعرفي هالمره شو بعرف؟ بتعرفي انه العرس السبت مو؟ طيب لا اطلع. لوين؟ البس ثيابي. بكي؟ ما عليه. طيب ما بدك ساعدي؟ لا يسلموا. طيب انا بدي اروح، وصوني. سلامتك بابا. بدك شي حبيبتي؟ سلامتك. فرات شبه فيك شي؟ ولا شي. بلا نحكي بالموضوع بعدين. رح ما اخذكم الطريق. سجلتي شو بدنا؟ عم اكتب بس في شوية شغلات منشوفه مع بعض، يعني بس لتشوف. انا منيح منيح. خلص منشوفه بس ارجع. تمام؟ تمام. يلا بدك شي انا رايح. مو مشكلة بس البنت لازمها فيتامين. اوه نسيت جيب. خلص. لا لسه في شوي. طيب طيب. وليش بدو اياك؟ ما عرفت، يمكن حدد يوم العرس وبدو يلي. طب على شو كل هالعجلة؟ خليه يروق. شو يروق؟ خلينا نخلص من نقع الزلمة بقى. يلا تأخرت. لا تنسى الفيتامين. طيب طيب. ايه عم قلك يوم السبت رح يتجوزوا. ايه جوا فهمت. شو جنيتي؟ معقول روح على العرس يا زكية؟